استنباط، بيكون عندك أمنيات، بيكون عندك تحديات، بيكون عندك خطط لا تدري هل ستستطيع الوصول إليها أم لا، وبيكون عندك مشكلات في العلاقات بعضها بسبب المرض وبعضها لا علاقة له بالمرض لكن أنت ممكن تحولها عليه. فكل هذه الأمور حاولنا بلغة مناسبة إنه إحنا طبعاً ما يعني خلال جميع المراحل في الحقيقة دعمهم كان كبير جداً، خاصة الدكتورة وفاء حتى الجزء المتعلق بالمراجعة الطبية، حاولنا أن نوجه للطفل مثل هذه عفواً اليافع مثل هذه الخطوات اللي تساعده على ذلك. في خطوات ثانية داعمة مساندة، كيف تسترخي، كيف تحل المشكلات، كيف تضع خطة أهدافك، كيف تتغلب على مشاعر الألم بطرق غير طبية، لأنه أكيد في أشياء طبية وهذا هو المفروض وهذا الأولوية، لكن ممكن بعض الأشياء تكون زي ما قلنا عوامل داعمة أو مساعدة. كيف تتحدث عن مشاعرك، كيف تعبر عنها، كيف تنظمها، كل هذه الأمور بإذن الله سيجدها في الدليل. أتمنى أن يكون يعني إضافة نافعة. عنوان الدليل يعني زي ما قلنا احنا أخذناه من المجموعة اللي جلسنا معاها أو بإيحاء منهم، هو أبطال الرومو رفيق التحدي للتعايش مع الروماتيزم، وهو فعلا احنا نعتقد انه تحدي وانتم قادرين باذن الله على تجاوزه. شكرا لكم، هذا هو. وهل سيكون الكتاب متوفر في المكتبات؟ هم الله يعطيهم العافيه بس ما ادري المكتبات الجمعيه ما شاء الله لبس ال ما شاء الله. طبعا طبعا آراءكم يعني فعلا بتكون مثرية، فأنا بالنسبة لي خاصة الأشخاص اللي عندهم تصور على الموضوع يتهمني جدا، حتى في مرحلة لاحقة على أساس لو أردنا أن نصدر طبعة ثانية أو نغير. إحنا قصدنا نعرض جانب نادرا ما نلمسه في المراجعات، طبعا اللي أعطانا كثير المرضى مثل عادل، هذا الجانب الإنساني اللي هو لازم نستعرضه من انعكاسا من معاناة مرضانا وما هم الأشياء اللي هم يحتاجوها، وهي تعتبر يمكن جزء أو قصور في النظام الصحي اللي موجود، لأنه بيعتمد النظام الصحي عندنا تماما على الطبيب 100% في توفير كل احتياجات المريض، وهذا بحد ذاته غير كافي. بنحاول إحنا قدر الإمكان، الوقت محدود للأسف في وقت الزيارة في العيادة، فبنحاول قدر الإمكان، ولكن إحنا عارفين إنه إحنا مقصرين، ما رح نعطي المريض حقه الكافي للدعم النفسي بالذات عندما يصلوا إلى سن اللي هو اليافعين. فنتمنى إنه هذا الكتاب يكون بيساعد إلى حد ما ويكون رفيق للمريض في هذا السن حتى عند مراجعته للعيادة. دكتورة وفا معلش سؤال بس. إيه. السلام عليكم. في أحد حابب يطرح سؤال معين؟ مين؟ إيه تفضل. بشكرك يا دكتورة وبشكر الدكتور عبد الرحمن والدكتور جبران. أنا أم ميرا. بس كنت أبغى أسأل حضرتك سؤال. تعالي يا ميرا. ميرا تتكلم؟ عندنا بولي هي ما شاء الله. أيوة كنت عايز أسأل حضرتك سؤال بس، إذا وقف التأمين في وجه توفير الدواء، يعني مع عدم توفير الدواء، عدم إمكانية توفير الدواء، إيه الحل في الموضوع ده؟ إن إحنا عايزين نكمل، يكون إحنا واقفين في نواتي في نص الطريق. أبو الوليد، بالنسبة لأم ميرا هي مقيمة ولا تجد الدعم من التأمين في توفير العلاج البيولوجي، فما هو دور الجمعية في دعم أو توفير؟ السلام عليكم، معكم الباحثة الاجتماعية سمية الدوسري من جمعية روماتيزم الخيرية. في الجمعية حالياً بدأنا في برنامج اللي هو العلاج التكافلي لروماتيزم الأطفال، الأدوية البيولوجية للمقيمين طبعاً، والسبب لعدم إدراج السعوديين لأنه متوفر لهم في المستشفيات الحكومية بالمجان. من ضمن الأدوية اللي هي الهيوميرال، الإكتيميرال، الأنيكينرا، كلها متوفرة عندنا وبالمجان
بدون أي مقابل، فقط نحتاج من المريض تقرير طبي يثبت الإصابة بالمرض الروماتيزمي، وأيضاً الوصفة الطبية وبعض التعليمات الأخرى، يتواصلون معنا فقط وحنا نزودهم إن شاء الله بالباقي، بالإضافة إلى الدعم الاجتماعي النفسي للمرضى. بإذن الله سنستحدث جروبات دعم لأهالي مرضى الروماتيزم، لمن يرغب بإذن الله ينضمون معنا. ونرحب بالجميع هنا، وأشكر الدكتور عبد الرحمن العسيري وعبد الله السنبو والدكتورة وفاء، وأتمنى منهم تحويل المرضى لنا اللي يرغبون في الأدوية البيولوجية للمقيمين. شكرا لكم. يعطيكم العافية. يعطيكم العافية. أنا إذا تسمحي لي دكتورة وفاء بس تعليق على أبو وسيمة. ياسمين. أولا يعطيك العافية على طرح الدعم وما يحتاجون المرضى. طبعا هي أمرين، طبعا بالنسبة لما ذكرت مرض الروماتيزم كمشابه لمرض السكر والضغط فقط من ناحية أنه مرض مزمن وليس من ناحية عواقبه، هذه كتسهيل شرح ماذا يعني بمرض مزمن أنه غير قابل للشفاء تماما. لكن زي ما ذكرت أوافقك صحيح، طبعا الدكتورة وفاء ذكرت الدعم وهذا موجود لأي مرضى من أمراض الروماتيزم بإمكانهم الحصول على الدعم من وزارة الشؤون الاجتماعية بحصولهم على تقرير، وأعتقد كل زملائنا موجودين. بعض المستشفيات وهذا أعرف عندنا في العسكري موجود، أعتقد إلى نسبة معينة عندنا مجموعة من الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة موجودين موظفين حسب إمكانياتهم بما يعني الوظيفة الملائمة له الوضع. فأعتقد موجود الدعم صحيح، لازلنا نرغب في دعم أكبر، وإن شاء الله صوتكم وصوتنا إن شاء الله يوصل ويكون الدعم للجميع بإذن الله تعالى. خلصنا ولا بس؟ في أي سؤال ثاني؟ السلام عليكم. نقص كريات الدم البيضاء لها علاقة بالمرض؟ لها علاقة بالمرض؟ أي علاقة بالمرض؟ نقص كريات الدم البيضاء. انخفاض الكريات البيضاء. لا لا، هو بعض من يستخدمون العلاجات الكيماوية وبالذات الميثوتريكسات والأدوية المشابهة قد تسبب تثبيط لنخاع العظم، لكن يفترض أنه لا يستمر لفترة طويلة. يعني عند استمرار يفترض أنه ربما طبيب متخصص في الدم يقيم الحالة، قد يحتاج يعمل مثلا مجموعة من فحوصات الدم. الأسبوع اللي فات اللي هو التحليل أجسام مضادة؟ تحليل سوالة تحليل جينية، طلب تحليل جينية، لأن لاحظ عليه استمرار في كريات الدم البيضاء هابطة أكثر من المعدل اللي كان أول. لا، هي قد تحدث والعوامل قد تكون أكثر من عامل، لكن عند إيقاف العلاج يفترض الآن إعادة تقييم انخفاض الكريات البيضاء لأنها يفترض أنها ما تحدث. طيب في شيء في الطبيعة يعوض؟ ما أذكر شيء. لا، هو يفترض الآن يعني تناول العلاج المتوازن الطبيعي، أعتقد أن هذا أهم شيء، الابتعاد ربما عن الالتهابات بقدر ما نستطيع، وإن كان هذا أمر ليس في اليد أحياناً. يعني الالتهابات خاصة في المواسم مع تغير الأجواء يعني قد تزداد بشكل كبير. غير كذا ما دام الوضع جيد ومستقر من ناحية عدم وجود آلام المفاصل أو أعراض جسمية، لن أقلق من الانخفاض البسيط للكريات البيضاء. أنا يمكن بس أشارك تجربة الواحد من مرضاي ربما نفس الإشكالية، يعني كان على دواء الميثوتريكسيت لأحد أمراض الروماتيزم، والحقيقة طبعاً من أحد الأعراض اللي ممكن تسبب اللي هو انخفاض كريات الدم البيضاء، حتى بعد إيقافنا العلاج فترة سنة ونص كانت منخفضة، ولكن تقريباً بعد سنة وثمانية شهور رجع الوضع الطبيعي. فأحياناً هذه موجودة، هو زي ما ذكر الدكتورة وفاء الدكتور عبد الله، متى ما كان المريض وضعه مستقر واموره مستقره فان شاء الله هذا الشيء ما يقلق. صحيح ربما نحتاج في بعض الحالات عمل فحوصات اخرى، وهذه تحتاج برضو مناقشه مع زملائنا في امراض الدم لو احتاج الامر اي تدخلات او اي فحوصات متقدمه. سم الحين بالنسبه للتحديد العلاج سواء بالميثوتريكسيت او بالهيوميرا او بغيرها، هل هو يعتمد على الانواع اللي انتم ذكرتوها؟ طيب الميثوتريكسيت اي نوع من الالتهاب؟ لا، بشكل عام المحدود العدد قل ما نحتاج للميثوتريكسيت، نحتاج غالبا المسكنات او الكورتيزون سواء حقنا او عن طريق الفم. غالبا نلجأ لاستخدام الميثوتريكسيت في المتعدد اللي هو اكثر من 5 مفاصل،
أو الشامل بشكل أساسي. وهو أكثر يعني قرار يستعمل عندنا بسبب أنه آمن وسهل الاستعمال. ففي جميع مراكز المعالجة لهذه الأمراض في العالم يمكن أول واحد يستعمل إذا احتاج لعلاج شامل هو الميثوتريكسات. يعني يمكن لو رحت للكبار أو مراجعين الكبار في الروماتويد يكون عندهم خيارات مختلفة، ولو أنه رقم واحد كعقار يستعمل عند الكبار وعند الصغار هو الميثوتريكسات، بسبب أنه هو مرة واحدة في الأسبوع، ثاني حاجة آمن، مضاعفاته الجانبية قليلة جدا. إذا ما في سؤال أنا ودي بس أخذ انطباع الآباء والأمهات، يعني مثلاً أبو محمد أنت معنا لفترة 6 سنوات، أبو عادل لفترة مع ابنك شفاه الله وعافاه وشفى الله الجميع، إيش كان تأثير المرض على العائلة؟ السلام عليك. السلام. جزاكم الله بالخير جميع. أنا أبو عادل، وحقيقة يعني الطفل متعب شوي بأخذ الأدوية، خصوصاً اللي لها آثار جانبية. الميثوتريكسات كانت تتعب جداً، الغثيان، آلام المعدة، الآلام، يعني تعبنا معها شوي، لكن الحمد لله. لا بس هل أثر مثلاً المرض على عملك؟ أكيد كثر المواعيد، متابعة عادل خصوصاً بالمدرسة، يعني أكثر شيء نعاني حنا الآباء والأمهات المدارس. وهل يوجد تعاون من المدرسة والعمل؟ يعني هو هذا المشكلة الوحيدة، اللي المدارس يعني ما عندهم ثقافة طبية عن أمراض، ولا عندهم ثقافة طبية كيف يتعاملون مع المرض، أو كيف مثل ما قالت الأخت قبل شوي يحسبونه دلع. إيه فاحنا يعني تعبنا من المدرسة كثير. لكن أبو عادل ترى حق من حقوقك يا أخي الفاضل إنك تطلب تقرير من الطبيب يشرح فيه الحالة بشكل واضح ويوجه للعمل أو للمدرسة. أنا حقيقة ممتن للأطباء ولكم خصوصاً، يعني بصراحة أنا مع الدكتورة وفاء والدكتور جبران والدكتور غسان الحين، صراحة أنا شفت ترابطكم مع بعض وتواصلكم مع بعض، يعني الأطباء الحرس يتواصلون مع التخصصي يعني مسوين صراحة، فممتنين جدا لكم، وأي شيء نطلبه من الأطباء حقيقة ما يقصرون معنا. يعني الدكتور جبران كان يكتب لي لوائح بالواتساب عن حالة عادل كيف أتصرف معاه، جوالاتكم كلها معنا ندق عليكم بأي وقت، يعني امتناننا كثير لكم الحمد لله. يعني عادل مر مرحلة تعبنا فيها بالبداية كطفولة والمدرسة وكذا، وخصوصا حنا السعوديين عندنا قلة بالمعلومات الطبية، ما عندنا ثقافة طبية، ما المرض هذا كان يعني صدمة بالنسبة لنا، ما نعرف عنه شيء. إيه ما نعرف عنه شيء، فجأة كيماوي وأشياء كبيرة. على كل حال أنا حبيت إني أشكر تواجدكم، حبيت أشكر الدكتورة الله يعطيك العافية، الدكتورة أمل صراحة الكتاب متعوب عليه، مجهودكم طيب. حبيت أشكر الأخت حصة، هي اللي تسوي البنرات وتسوي مجهودها طيب جدا. حصة وينك يا حصة؟ حصة البراك ما شاء الله. وين حصة؟ ارفع يدك خلنا تشوفك. يعطيك العافية. يعطيك العافية، بارك الله فيك. سمية يعطيك العافية وما قصرتي. الأخت سمية هي اللي تتواصل مع المرضى، وهي اللي تحاول تفتح لهم ملفات، وبادلة مجهود كبير جدا. والدكتور زهير علاقات عامة، وجواهر يعطيكم العافية حقيقة، ودار النشر ما قصرتي أستاذة فاطمة يعطيك العافية، بارك الله فيكم وأحسن الله لكم. أنا ودي بس أسمع رأي أبو محمد. بنات الجامعة مطوعات، الله يعطيكم العافية ما قصرتوا. عادل أبو محمد في البداية ترى كان التشخيص عندنا غلط، انت في دكتور عند دكتور في الشرقيه لعب في الولد 21 يوم في الاخير قال ما عنده اي ما ادري ايش اللي حاصل فيه. بدينا بعدين في مدينه الملك فهد الطبيه مع الدكتور اللي راح جده مظفر كان بلغ ان ايش ترى لا تامل انك هذا يكون مزمن. كان الواقع نفسي مؤثر اكثر شيء كعلم اكثر مني ان هذا خلاص طول حياته بيكون معاق، او بعد الله فضلك انت دكتور انت اللي فتحت لنا باب الامل، يعني كنت الاب الروحي لدرجه انه في ناس تعافوا وفي ناس الحمد لله وقفوا على العلاج كثير، وبفضل الله وبفضلكم الحمد لله رب العالمين توقفنا على العلاج وهذا هو قدامك الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله. وعقبال الباقي ان شاء الله. اتذكر في يوم انك قلت لي، قلت لك بحولك كندا، قلت انت والله لو كان في هناك حاجه متطوره اكثر منها لحولها على حسابي. هذه كلمه الدكتور عبد الله. فالف لا، هو العلاج اللي هنا نفس العلاج اللي في كندا وامريكا واوروبا، بالعكس بل بعض الادويه نستخدمها اسهل من استخدامه في اوروبا. كنت اتوقع انا ان هناك في حاجه متطوره، فانت قلت لي لو كان في شيء متطور لارسله لو كان على حسابي. فرحم الله والديك والف شكر لكم. يعطيكم العافيه. اذا تسمحوا لي، يعطيك العافيه ابو محمد. انا يمكن ذكروني الزملاء، يمكن حقيقه فرصه ذكر الاخ عبد الله العمل الطبي هو ليس مجهود شخص، ليس طبيب او فريق كامل. انا يمكن اجدها فرصه، وانا حقيقه اتكلم عن نفسي وقسم روماتيزم الاطفال مدينه الامير سلطان، محظوظ انه في عندنا ممرضه مضي. اعتقد مضي يعني هي ممرضه سعوديه متخصصه الان، اعتقد اقدر اقول بكل ثقه في امراض روماتيزم الاطفال. لها معنا كم 6-7 سنوات الان مضي. الحقيقه لها دور كبير جدا 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 في التواصل مع الاهل، تنسيق مواعيدهم، اعطائهم للعلاجات، شرح لهم كثير من الامور. فاول شيء يعطيها العافيه، وان شاء الله نشوف اكثر من موضي في كثير من المستشفيات. يعطيك العافيه. كلمه شكر مين؟ ميرا. اوكي، حبت يلا تفضل. السلام عليكم. انا كنت عايزه شكرا يا دكتوره فان انت بتهتمي بحالتي. كنت عايزه اسالك سؤال، انا بقالي فتره باخد الكورتيزون ودواء بيولوجي، امتى هقدر اقول ان انا اتحسنت؟ لاني مش حاسه تحسن خالص. لا حبيبتي، انت تحسنتي وحتتحسني اكتر باذن الله تعالى. شوفي نفسك قبل كده كنت كيف؟ ما تقدري تتحركي ولا تتكلمي وما فيش الابتسامه الحلوه دي، صح؟ دحين ما شاء الله تبارك الله هيك بتمشي وتتحركي، وكل الأعراض دي اللي موجودة عندك من الكورتيزون هي أعراض وقتية كلها حتروح بإذن الله تعالى. بإذن الله. طبعاً قبل ما نختم لابد أن نوجه الشكر لمكتبة الملك عبد العزيز مضيفتنا اليوم الأستاذة فاطمة الحسين، الله يسعد قلبك، مديرة مكتبة المرأة والطفل في مكتبة الملك عبد العزيز. فتحوا لنا أبوابهم واستضافونا اليوم، وهي ليست غريبة عليهم لأنه بصراحة هم محتضنين لمعظم اللي هي النشاطات الثقافية الفكرية اللي بتربط بالمجتمع، جدا مرتبطة بالمجتمع واحتياجات المجتمع. فبارك الله فيكم والله يجزاكم عنا كل خير، وإن شاء الله هذه الأولى وإن شاء الله ما رح تكون الأخيرة. بالنسبة للجمعية الخيرية، إحنا عندنا طموح. إحنا إلى الآن كم فعالية عملنا؟ رقم هذه رقم كم؟ هذه الفعالية رقم 30 على مستوى المملكة. على مستوى المملكة. فإحنا أنشئت الجمعية من فترة بسيطة، يعني من عام 2016، ولكن فعلياً هي ما نزلت على زي ما يقولوا السوق واشتغلت إلا من سنة. فخلال سنة يعني أنجزنا كتير، وبإذن الله تعالى خطة العمل فيها إنجاز أكتر. بنحتاج منكم إنكم تكونوا معانا، هي الجمعية اتوجدت عشانكم، ونحتاج إنكم أنتوا تكونوا معانا، يعني تركبوا معانا السفينة. فعندما تأتيكم الطلبات بالتسجيل هي ليس للإطلاع على المعلومات الخاصة، هي إنكم تكونوا موجودين في المعلومات حقة الجمعية اللي تقدر تتواصل فيها معاكم من غير الأطباء، من غير أن نبغاكم أنتوا ذات نفسكم تكونوا ممثلين لذاتكم كأهالي كأمهات كمرضى، أنتوا تمثلوا أنفسكم. فالجمعية هي توجدت لهذا الغرض، وما في شيء رح يتم بإذن الله تعالى من غير موافقتكم. ليس الغرض من المعلومات التي تجمع هو أبحاث علمية أو طبية، هي فقط لإيجاد الحاجة اللي عن طريقها إحنا نقدر نبني عمل جماعي مشترك. مثل هذه الفعالية بسبب احتياج مشترك عرفنا نوصل لكم عن طريق الجمعية، فيما عدا ذلك حيكون التواصل جدا صعب. أبو الوليد حابب تقول كده. شكرا دكتورة وفاء. الشكر موصول لكل الأطباء المشاركين وأيضا للمكتبة واللي أشرت لهم في الشكر.
الجمعية في خلال السنة والشهرين الماضية وقعت عدة اتفاقيات وشراكات مجتمعية ونفذت 36 عملية تغيير مفصل ركبة في 3 مستشفيات من الدكاترة الطبية ومن القاد الجامعي وكذلك مستشفى عسير. إن شاء الله في الأيام القادمة سنوقع مع مستشفى الهفوف القطيف عفواً لإجراء 50 عملية كرقم مماثل للمستشفيات الأخرى. الجمعية في هذه السنة إن شاء الله تنوي إجراء 150 عملية تغيير مفصل. اليوم نحتفل بأن وصلنا إلى الفعالية رقم 30 مثل ما أشرت الدكتور وفاء. إحنا في الفترة الماضية صرفنا علاجات بيولوجية ل 25 مريض بتكلفة مالية قدرها 1.5 مليون ريال. أيضاً صرفنا علاجات لمرضى شوغري ل 31 مريض لمدة عام، إضافة إلى أن ساهمنا في توفير نقص الدواء لعلاجات ل 150 مريض. الجمعية تطمح في مشاركة المجتمع والجميع حتى لو بمتابعة على حسابها في تويتر، هذا بحد ذاته أيضاً نعتبره حنا دعم حتى يستطيع الشخص الاطلاع على عمل الجمعية وبرامجها وفعالياتها ونشاطاتها. اليوم في هذا اللقاء هو تفعيل لليوم العالمي لأطفال الروماتيزم، وإن شاء الله سنتواجد في كل الأيام الطبية القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسعد بهذا الحضور الجميل وهذا التفاعل ومشاركة الأسر وأبنائهم من المرضى، وشفى الله الجميع. شكرا. بالعافية.